فالمدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن يوسف مبروك النهارده. يمكن زي ما بنقول وبناكد النادي الاهلي بيستمر في سلسله الانتصارات مع الاداء، كنا بنطمع ان احنا نحرز اهداف كتير، لكن كل مباراه ليها ظروف وليها حسابات خاصه بالنسبه للجهاز الفني. الحمد لله طبعا، اهم حاجه الثلاث نقاط، والنهارده احنا انا شايف لغايه يمكن الطرد اللي حصل من لفرقه ام بي كنا شغالين بشكل كويس جدا. توقعنا طبعا بعد الطرد ان ممكن يبقى في استحواذ احسن، وبالتالي طبعا المساحات هتتوجد لنا نتيجة الاستحواذ نقدر نزود الثالث او الرابع، لكن حصل شوية توتر. لكن الحمد لله انت طلعت بالهدف، ثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله. برضو بأكد تاني الحمد لله ما فيش اصابات، ودي برضو يمكن الفترة الاخيرة كمباريات بنخلصها بيبقى في عندنا اصابات، لكن الحمد لله يعني النهاردة برضو طالعين بدون اصابات، دي حاجة من مكسب من المكاسب. يمكن باسم خد اخر 10 دقايق برضو، بقاله فتره صلاح محسن عاشور بقاله فتره دخل النهارده، فكل دي مكاسب. انا شايف اللي جاي احسن ان شاء الله، ومتفائل جدا بالفتره اللي جايه، وزي ما انت قلت يمكن مكسب في مكسب مكسب ان شاء الله، اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. عدم الدفع برمضان نقدر نقول فنيا رمضان يمكن مستفيد بيه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه، لان لسه عندنا مباراه حرس الحدود ثم مباراه تنزانيا، يمكن دي رؤيه فنيه كده كابتن؟ اكيد طبعا، هو رمضان رجع من اصابه وكان غاب ماتش سيمبا، ففضلنا طبعا الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، وفضلنا ان برضو يبقى يعني نتاكد تماما من ان هو يعني شفى تماما وبقى ما فيش اي الام، لكن هو روحه حلو قوي وكان موجود مع الفريق على اساس لو في حاجه، لكن الجهاز طبعا ومستر لازارتي شافوا انه يعني خلاص لجأوا للتغييرات دي يعني، بس فالحمد لله. بس انا شايف انه لما ياخد ثلاث ايام هيبقى احسن يعني، والدنيا هتبقى احسن ان شاء الله. نقطة مهمة كمان، هو هشام محمد كان في المعسكر طبعا، كان موجود في القائمة، عرفنا طبعا ان هشام عنده تعب او سخنة وكده، برضه الناس عايزة تطمن عليه يا كابتن. يعني جاله نزلة معوية بالليل وراح مع الدكتور المستشفى، فطبعا فقد سوائل كتير ويعني وكان صعب جدا يتواجد النهارده، فطبعا يعني لجأنا طبعا لان احنا نريحه او نطلعه بره، واشتغلنا احنا اساسا كنا 19 لاعب يعني، فبخروج هشام زي ما احنا بقينا 18 يعني. حرس الحدود وسيمبا التنزاني مباراتين غايه في الاهميه. اي مباراه، كل مباراه، بس احنا ما بنفكرش خالص في سيمبا دلوقتي، مهم جدا ان احنا نفكر في مباراه الحرس، لان ما فيش مباراه سهله خالص في الدوري، وانا باكد من دلوقتي ان احنا لازم نهتم جدا ونركز جدا. عندنا بكره وبعده اليومين دول بس اللي هنقدر نعمل فيهم استشفاء، زي ما عملنا استشفاء كويس بعد مباراه سيمبا، وكان برضو عندنا يومين اللي هو حد واثنين، وقدرنا النهارده نلعب الحمد لله. برضو مهم جدا بكره وبعد نعمل استشفاء كويس جدا، واللعيبه ترجع لاحسن حاله ليها، عشان ماتش الحرس مش هيبقى سهل، كل مباراه مش هتبقى سهله، لكن احنا لازم نركز جدا في الحرس، ونركز جدا في تصميمنا وطريقنا في الثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا شكرا، مبروك. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، وعوده